السلام عليكم، تحية نضالية لكل الأحرار والحرائر داخل وخارج الوطن. معكم من نور الدين عواج المعتقل السياسي، اليوم من أمام سجن عكاشة بتاريخ 6/9/2023. كناخذ واحد الاعتصام مفتوح، أولا تنديدا احتجاجا على سياسة التماطل والحقرة اللي كتمارس عليا، بسبب باش كنطالب من حق المشروع ديالي هو تسليم الملف الطبي. سبق لي هاد الناس من عنق الحريه دابا شهرين ونص، وانا كندقيت الابواب ديال مدير سجن عكاشه باش يعطيني الملف الطبي باش نتبع ونتلقى العلاجات، ما دون جواب. قال لي لا، قال لي ما نعطيكش الملف الطبي حرفيا. وراسلت المعنيين بالامر صناع القرار، كل من رئيس النيابه العامه بالرباط ورئيس النيابه العامه بالدار البيضاء ومندوب العام لاداره السجون ومجلس وطني لحقوق الانسان في الموضوع، باش يتدخلوا يعطيو التعليمات ديالهم باش يسلموا لي الملف ديالي الطبي باش نتلقى العلاجات. لهذا كنخبر الراي العام الوطني والدولي انني معتقل سياسي، كنت حاكمت بسنتين سجنا النافذه ظلما بسبب المواقف ديالي والنشاط ديالي الحقوقي. الحاله ديالي الصحيه تدهورت داخل السجن، هاد الناس خرجوني السبيطار ما يفوق 15 مره تقريبا، خرجوني السبيطار، خرجوني المستشفى الجامعي بنو رشد، وخرجوني 20 غش حول الحاله ديالي الصحيه اللي هي عندي انا اعاقه بصريه. الحاله ديالي غادي كتدهور، وديجا عندي واحد الحاله هي صحيه نادره في العالم، عندي قلب في الجهه اليمنى الاجزاء تمام كلهم متغيرين. داروا لي الراديوات، داروا لي السكانيرات، داروا لي ليريم، ولكن ما تلقيش العلاج. انا ملي خرجت عنق الحريه جيت دقيت الباب ديال هاد الناس باش ناخذ الملف ديالي باش نتبع ونشوف الحاله ديال الصحيه علاش غادي كتدهور، علاش هاد الناس. لهذا اليوم واش بغاو يدرقوا هاد الجريمه اللي ارتكبوها في حقي في حق الصحه ديالي؟ لا، انا غنستمر في هاد الاعتصام وغناخذ حقي اللي هو مشروع اللي هو ملف طبي باش نتبع العلاج. كنقول لهم انا كنحمل المسؤوليه كامله، من تسبب في الاعتقال ديالي التعسفي، من مارس عليا التعذيب النفسي داخل السجن عكاشه، والحاله ديالي الصحيه اللي تدهورت كنتحمل المسؤوليه كامله، النظام وصناع القرار وخدامه. ويمكن نقول للراي العام ان اليوم هذا الشكل النضالي غيستمر من اجل حق ديالي اللي هو مشروع حق ديالي باش ناخذ الملف الطبي باش نعرف الحاله ديالي الصحيه. وتحيه لكل احرار والشرفاء، والسلام عليكم، والمعركه مستمره.